That's the reason. Nowhere in the Quran is it mentioned that Allah can do everything. Nowhere. There are 1,000 things I can list which God Almighty can't do. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك داعية مشهور له دعوة عالمية يقول إن الله لا يقدر على كل شيء، ويقول أنا أعلم 1,000 شيء لا يقدر عليه الله تعالى، فهل هذا من الدعاة إلى أبواب على أبواب جهنم، وهل يجب التحذير منه؟ هذا ملحد، اللي يقول الكلام هذا ملحد في أسماء الله وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اللي يقول إن الله ليس على كل شيء قدير، سبحان الله، الله يقول الله والله على كل شيء قدير، كم آية فيها الله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء قدير، كم آية. ما حدد الله القدرة الإلهية، قدرة مطلقة على كل شيء، كل شيء قدير، بكل شيء عليم، ما حدد سبحانه وتعالى. وأنت تحدد تقول لا، هناك أشياء ما يعلمها الله وأنا أعلمها، هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. وما كل داعية يكون على حق، اسمعوا كلام الرسول، دعاة على أبواب جهنم، ما كل داعية يكون على حق. نعم.